سلاح الجو الإسرائيلي وجه ضربات عنيفة تجاه فصائل إيران الموجودة طبعا في الداخل السوري في الساعة الأخيرة من ليلة يوم أمس. كان استهدافا ليس بالعادي أبدا، وكانت هذه هي اللقطات الأولى لهذا الاستهداف الذي جاء تجاه مدينة حلب السورية طبعا. وكانت الضربات واضحة جدا، ليست بالسهلة أبدا ليلة يوم أمس. وكانت هذه الضربات استخدمت فيها إسرائيل هذه الصواريخ وهذا النوع من الصواريخ الذي ترونه، ألا وهو صاروخ دلايلا الإسرائيلي. طبعا هذا الصاروخ يصل وزنه إلى 30 كيلوغراما، مداه 250 كيلو مترا، صاروخ موجه خطير من صواريخ الكروز الإسرائيلية التي عادة ما يستخدمونها بشكل مكثف ضد المخازن الخاصة بالعتاد بإيران الذي يرسل إلى سوريا، أو يستخدم ضد قيادات خاصة بالحرس الثورية الإيرانية موجودة طبعا في سوريا. وطبعا الوكالة الأنباء السورية كانت قد أعلنت واعترفت سوريا بشكل مباشر بهذه الضربات، وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان أضاف عددا من التفاصيل من هذا الاستهداف الذي جاء على الداخل السوري. دعونا نتجه الآن لكي نفهم التفاصيل إذا ما جمعنا ما تحدثت عنه وكالة الأنباء السورية مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، واتجهنا مباشرة إلى هذه المنطقة إلى حلب. سترى أنت هنا ببساطة بأنك أمام حلب، هنا هذه هي حلب التي ترونها، وهنا منطقة أخرى مهمة ألا وهي منطقة إسفيرة التي أيضا كانت هدفا لهذه الضربات. طبعا الضربة والضربات الأساسية كانت على مطار حلب وعلى مطار النيرب العسكري. هذه الضربات كانت قد استهدفت بالدرجة الأساس مدرج المطار وأدت إلى إخراجه عن الخدمة تماما بالنسبة لمطار حلب. وأيضا كان الهدف بشكل آخر أيضا استهدف فإحدى مخازن الاعتداء أو الأسلحة الخاصة بإيران التي تشحنها عادة من إيران عبر الأجواء العراقية إلى حلب، هنا قد استهدف وقد دمر بحسب ما أكده طبعا المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكذلك الضربة التي جاءت في منطقة إسفيرة التي تأتي إلى جنوب شرق حلب التي ترونها هنا، هي جاءت في حقيقة الأمر على هذه المنطقة والمباني التي تأتي إلى جنوب غرب منطقة إسفيرة ألا وهي مصانع الدفاع. ضربة هنا ضربة هنا كلها أدت في نهاية المطاف بحسب الإعلان الرسمي السوري إلى مقتل عسكري سوري واحد من الجيش العربي السوري الذين هم طبعا يعملون في الدفاع الجوي السوري تحديدا، وكان هنالك 5 جرحى كذلك، وأيضا عبارة عن جرحى مدنيين، وكان هنالك ارتفاع في حصيلة القتلى بين هؤلاء الجنود السوريين في الجيش العربي السوري إلى 3. تبدو ضربات كبيرة للغاية التي جاءت هنا. وطبعا من عندما نتحدث عن مخزن الأسلحة ومخزن العتاد وما الذي يؤكد أننا أمام مخزن للأسلحة، هو الذي ضرب أساسا في مطار حلب هنا وفي مطار النيرب العسكري تحديدا، هي الصور والمقطع الذي صور ببساطة. عندما تلقي نظر على هذا المقطع بهذا الشكل سترى من طبيعة الاشتعال وهو يشتعل، هذا مخزن ليس بالعادي. ها أنت ترى كيف أنه يشتعل بهذه الطريقة ويستمر في الاشتعال والتوهج، يوضح أن هنالك أسلحة مخزنة في هذه النقطة. والمثير بهذا الأمر أن آخر شحنة للسلاح إيرانية إلى حلب تحديدا كانت قد ضبطتها فلايت رادار 24 في 25 من أبريل، حلقت بهذا الشكل وصلت إلى حلب وعادت أدراجها إلى طهران طبعا. وعندما نأخذ الصورة الكبيرة أو الكبرى أو الأكبر لهذه الطائرة عندما حلقت ونذهب إلى التاريخ، ستلاحظ بأنك أمام 25 من أبريل. انتظروا 6 أيام وجاءت هذه الضربة التي نتحدث عنها. إسرائيل كانت تراقب كل شيء ليلا ونهارا منذ ذلك اليوم. كانت هنالك العديد من طائرات الشحن الإيرانية، طائرات النحشون شافيد والنحشون إيتا من طائرات الاستخبار الإلكترونية الإسرائيلي، كانت تراقب بهذا الشكل، تراقب باتجاه دمشق. وواحدة من عمليات الرقابة هو هذا الامتداد في الطيران الذي ترونه الذي لا يأخذ دمشق وإنما يغطي مناطق أبعد من دمشق تأتي باتجاه حلب. يعني بشكل آخر بأن هذا الامتداد هنا في البحر المتوسط هو يمتد لكي ينظر ويراقب حمص ويراقب حماة ويراقب أيضا حلب. وبعد ذلك طبعا قاموا بهذه الضربة. هذا التحرك لهذه الطائرات الاستخبار التي نتحدث عنها هي كانت يوم أمس ظهر يوم أمس، وطبعا في الساعة الأخيرة جاءت الضربة.
الضربة التي نتحدث عنها. المثير بهذه القضية بأن ما تحدثت عنه وكالة الأنباء السورية وحتى الأوساط السورية بأن هذه الضربة قامت بتنفيذها وقام بتنفيذها سلاح الجو الإسرائيلي من جنوب شرق حلب. ما الذي يعني هذا يا ترى إذا ما حاولنا أن نبتعد من المنطقة التي استهدفت هنا في حلب تحديدا من هذه الضربات الكبيرة؟ فأنت سترى بأننا أمام قصة كبيرة للغاية ستضع المنطقة مرة أخرى أمام تشنج جديد. وطبعا عندما نتحدث ولنأخذ هنا اللون الأخضر تحديدا لكي نحدد هذه المنطقة، المنطقة التي نتحدث عنها هي هذه، هي طبعا حلب والمنطقة منطقة إسفيرة تأتي بهذا الاتجاه. الحديث هنا بأن الطائرات الإسرائيلية في العادة عادة تأتي بهذا الشكل عبر البحر المتوسط وتتوقف هنا الطائرات من مسافة معينة لكي لا تستهدفها طبعا المنظومات الدفاعية أو تضبطها حتى الرادارات الموجودة في هذه المنطقة، وتقوم بتوجيه الضربات على حلب طبعا بهذا الشكل إذا ما صححناها قليلا لكي نأخذ صورة أوضح. التوجه يأتي بهذا الشكل ويستغلون هذه الحدود طبعا ويضربون مطار حلب في العادة بهذا الشكل. عادة إسرائيل تقوم بهذا الاستهداف. المشكلة التي واجهتها هنا إسرائيل هي أن منطقة إسفيرة التي نتحدث عنها تأتي بمدى أبعد من المدى الذي يتمتع به هذا الصاروخ، صاروخ دلايلا الإسرائيلي الذي يصل إلى مسافة 250 كيلومترا. فإسرائيل إن أرادت استخدام هذا الصاروخ وتقريب المدى والاستهداف من البحر المتوسط فهي بحاجة أن تدخل إلى هذه المنطقة بشكل أكبر، وهذه ستعتبر مخاطرة لأنها ستكون تحت نيران المنظومات الدفاعية السورية، وهذه مخاطرة كبيرة. قد يعتقد البعض بأن من الممكن للطائرات أن تقترب بهذا الاتجاه. المشكلة نحن نتحدث هنا عن تركيا غير قادرة طبعا استخدام الأجواء التركية بمثل هذه الضربات والاقتراب، وبالتالي القصة مختلفة. القصة كما تحدثت وكالة الأنباء السورية بأن الهجوم يأتي من جنوب شرق حلب، أي من اتجاه مختلف وليس من البحر المتوسط، وهذا ما ركزت عليه تماما الأوساط السورية وما تحدثت عنه. فهي قالت بأن الطائرات كانت قد حلقت بهذا الشكل بالنسبة للطائرات الإسرائيلية، وصلت إلى هذه النقطة لنأخذها باللون الأزرق ألا وهي قاعدة التنف. هذه قاعدة التنف التي تقع طبعا في المثلث الحدودي بين العراق وبين الأردن وبين سوريا، وبأن هذه الطائرات حلقت فوق هذه القاعدة التي تتواجد فيها القوات الأمريكية واقتربت أساسا من نهر الفرات، وبعد ذلك اقتربت بهذا الشكل لتحقق الضربات التي تبحث عنها، مستغلة إسرائيل هنا ما بنته منذ أشهر ومنذ أسابيع وهي تضرب المنظومات الدفاعية هنا في السويداء، الرادارات، المنظومات الدفاعية، الانذار المبكر وغيرها، ضربتها بالكامل وعطلتها لكي لا تنتبه إلى أي هجوم بهذا الشكل، وأيضا مستغلة حقيقة أن المنظومات الدفاعية في هذه الصحراء الكبيرة غير قوية إن كانت منظومات دفاعية سورية أو منظومات دفاعية إيرانية، وأخذت هذا الطريق بحسب ما تحدثت عنه الأوساط السورية وبحسب ما أشارت له وكالة الأنباء السورية الرسمية، وحققت الضربات بنجاح وضربت النقاط التي تبحث عنها وعادت إدراجها من نفس المنطقة التي تحدثنا عنها. المشكلة في هذه القصة وما هو جديد ومثير هي أن هذا يعطي سببا آخرا للفصائل المسلحة الموالية لإيران إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا أن تستهدف مرة أخرى القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة التنف على سبيل المثال، لأنهم عادة يحملون المسؤولية كاملة للأمريكيين في قاعدة التنف بأنكم سمحتم للطائرات الإسرائيلية أن تحلق من فوق قواعدكم، على هذا الأساس نستهدفكم وأنتم تتحملون المسؤولية. بل إن حتى القوات الأمريكية الموجودة في شرق نهر الفرات في قاعدة في طبعا حقل العمر النفطي أو في حقل كونيكو، القواعد تتواجد فيها قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية أيضا، هي معرضة للخطر. بل ما هو مثير في هذه المسألة أن كان هنالك تحركا أمريكيا تقريبا يأتي بهذا الاتجاه بالقرب من قاعدة عين الأسد، وهي تراقب ما يجري في هذه المنطقة اليوم طبعا الظهر، وهي هذه الطائرة تراقب من الأجواء العراقية ما ممكن أن يكون قادما تجاه القوات الأمريكية. وهذه الصورة القادمة من الفلايت ريدار كما تلاحظ كيف أن هذه الطائرة تراقب وتحلق بهذا الشكل المكثف في هذه المنطقة تجاه طبعا الحدود العراقية السورية تجاه القواعد، تحاول أن تجمع المعلومات قدر الإمكان مما ممكن أن يأتي من أي تحرك من الفصائل المسلحة إن كانت من العراق إلى الداخل السوري وتستهدف أو من العراق مباشرة على هذه القواعد. وإذا ما ذهبنا إلى تسجيل هذه الطائرة ستلاحظ بأننا أمام الثاني من مايو
ظهر هذا اليوم طبعا، وملاحظ بأن هذه الطائرة طبعا من سلاح الجو الأمريكي كما تلاحظون، وهي من طائرات الاستخبار الخاصة بهم. طبعا الأمريكيون جاهزون لهذه المواجهة، تجهزوا منذ شهرين لهذه المسألة، فدخلت هذه الطائرات أساسا سرب كامل 12 طائرة من طائرات A-10 Warthog، كانت قد دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط بعد عملية قتل متعاقد أمريكي من قبل الفصائل المسلحة المقربة من إيران في المنطقة بطائرة مسيرة. هذه الطائرات بحسب الوول ستريت جورنال دخلت وهي تحمل قنابل مخترق القبو البنكر باستر القادرة على ضرب الأهداف والمخابئ والأسلحة التي تقع تحت الأرض. والوول ستريت جورنال كانت واضحة من وجود هذه الطائرات هي ستستهدف فيها وقادرة على النجاح في تحقيق نجاح في تدمير مخابئ الذخيرة والأهداف الراسخة الأخرى في العراق وفي سوريا، حيث استهدفت القوات الأمريكية مرارا وتكرارا من قبل المقاتلين المدعومين من إيران. واضح تماما وجود هذه الطائرات، لماذا هي موجودة، بل كانت هنالك صور خاصة والموقع الخاص بهذه الطائرات وأين انتشرت في الشرق الأوسط قد كشفت من قبل الأمريكيين أنفسهم، من قبل US Air Force Central كما تلاحظون نشرت صورا لهذه الطائرات ونشروا موقع هذه الطائرات عند وصولها، وأكدوا بأن وجودها الآن هي متواجدة في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة. نتحدث عن 12 طائرة سربا كاملا، هذه صور خاصة نشرها طبعا هذا الموقع، وأيضا نشروا هذه القنبلة التي ترونها أمامكم وهم يركبونها بشكل متعمد لكي يوضحوا لك فعلا بأن هذه القنابل الآن موجودة وقد نستهدفكم بها في أي لحظة إن حاولتم الاعتداء على القوات الأمريكية كما هم طبعا يرون. وهذه القنبلة هي من قنابل GBU-54، وهذه القنبلة طبعا هي من قنابل مخترق القبو، يصل طبعا وزنها إلى أكثر من 113 كيلوغراما تقريبا، وهي كافية لتحقيق الكثير من الأهداف والضرر على الفصائل المسلحة المقربة من إيران. وطبعا هذه الضربة التي جاءت أساسا على حلب وأخرجت المطار عن الخدمة تماما هي تأتي قبل أقل من 48 ساعة من زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. من المفترض لهذا الرجل أن يصل إلى دمشق يوم غد تحديدا في أول زيارة لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2011، منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا. هذه تعتبر الزيارة الأولى في تغير كبير جدا يجري الآن في منطقة الشرق الأوسط. وطبعا كانت واحدة من الأنباء تتحدث بأنه سيزور مثلا مدينة حلب، ولكن مدينة حلب الآن ضرب المطار الخاص بها، هذا قد يعرقل الكثير من الخطط الموضوعة، ولكن الشكل الرسمي والإعلان الرسمي بأنه سيذهب إلى دمشق قد تكون رسالة واضحة جدا من خلال هذه الضربة التي جاءت بهذا الشكل. المنطقة بشكل عام إيران سعيدة بما يجري، هي اقتربت دبلوماسيا من المملكة العربية السعودية، النظام السوري وأخيرا وجد طريقه لإعادة العلاقات الدبلوماسية قريبا للغاية مع المملكة العربية السعودية، مع عدد من الدول. وزراء الخارجية السوريين أو وزير الخارجية السوري عفوا يتحرك كثيرا يمينا وشمالا، وإيران طبعا سعيدة للغاية لأن الأمور تأتي في مصلحتها في مسألة تفادي العقوبات الأمريكية والضغط الأمريكي أو حتى الضغط الإسرائيلي والضغط الأوروبي في مسائل العقوبات، وتحديدا فيما يتعلق بالطاقة وفي النفط بشكل خاص. فصدق أو لا تصدق، كانت هنالك دراسة قد نشرت من هذا الرجل المختص في الشأن الإيراني ألا وهو هنري روم، الذي نشر على هذا الموقع الذي ترونه وهو United Against Nuclear Iran، نشر جدولا كاملا من شهر فبراير إلى شهر أبريل بهذا الشكل، وهذه الصورة الموضحة كما ترون يوضح فيها طبيعة الصادرات النفطية الإيرانية وكيف تطورت بشكل كبير. يوضح بأن في شهر فبراير، أي قبل عودة وإعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وبين إيران، كانت الصادرات النفطية إلى الإمارات العربية المتحدة في ذلك الشهر صفر، ولكن كما تلاحظ في مارس، وطبعا في مارس قد شهدنا في العاشرة من مارس هذا الإعلان لعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وبين إيران، بدأت الصادرات النفطية الإيرانية ترتفع بهذا الشكل، أكثر من 18,000 برميل قد أرسلت وطبعا إلى طبعا الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس كما تلاحظون، وبعدها في شهر أبريل ارتفعت بهذا الشكل، وأيضا إلى سوريا نلاحظ من 3 أشهر الأعلى كان على الإطلاق هو الشهر الماضي من الصادرات النفطية الخاصة بهم. طبعا الصين عالية للغاية،
بعض الانخفاض البسيط، ولكن بشكل عام هنالك ارتفاع بهذا الشكل للصادرات النفطية الإيرانية، وأيضا أن هنالك ارتفاعا إلى دول أخرى كما تلاحظون مقارنة بمارس ومقارنة بفبراير، وارتفاع المبيعات النفطية يعني ارتفاع بالإنكم والدخل الخاص طبعا بالإيرانيين. بالإضافة إلى ذلك إلى أن وزير النفط الإيراني صرح اليوم بهذا الشكل كما نقلت وكالة رويترز بأن إنتاج النفط الإيراني قد ارتفع إلى 3 مليون برميل للنفط لليوم الواحد، وهذا طبعا يعتبر شيء كبير بالنسبة لإيران، وإيران تستطيع تفادي كل المشاكل والضغوط التي ممكن أن تتعرض لها. وطبعا هذه التفاصيل هي جعلت بعض الأطراف المهمة من الحزب الجمهوري بل من الحزبين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي أن يتحركوا تجاه هذه المسألة. هذا الرجل مايكل ماكول وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وكذلك الجمهورية أيضا ميشيل ستيل كانوا قد قادوا وقاموا بقيادة مشروع قرار جديد سيقومون بعملية، وقاموا في حقيقة الأمر بطرحه بحسب ما نشرته The Hill الأمريكية يوم أمس. طرحوا هذا المشروع، المشروع ببساطة يعطي قدرات ويمدد القدرات للرئيس الأمريكي في عملية تحقيق عقوبات مباشرة اقتصادية على إيران، لأن هذا القانون تحديدا سينتهي في عام 2026 كما تلاحظون. هم مددوا هذا القرار في رسالة واضحة جدا ويبحثون عن تمديده إلى الأبد طبعا، وليس تمديده لسنة أو سنتين أو ثلاثة، يريدون إبقاء هذا القرار ثابتا في رسالة لإيران بأننا دائما قادرون على معاقبتك، وفي رسالة أيضا لبايدن بأن عليه فعل شيء. ويجب أن ننتبه بأن مع هذين العضوين في مجلس النواب الأمريكي هنالك 24 عضوا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يشتركون في مشروع القرار. ننتظر نجاحه في مجلس النواب ومروره في مجلس الشيوخ ليصبح حقيقة في التمديد طبعا بهذه الطريقة. أيضا في نفس الوقت أن الأمور في العودة للاتفاقية النووية لم تجد طريقا أبدا مع إيران، إلى درجة أن هنالك تسريبات خطيرة جدا تتحدث بأن الترويكا الأوروبية أو الإي 3، نتحدث عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بدأت تبحث عن عملية إعادة فرض العقوبات التي اعتمد عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما انسحب من الاتفاقية النووية، ألا وهي السناب باك، أو طبعا السناب باك هي هذه العقوبات المهمة يريدون فرضها الآن بقوة على إيران بعدما طبعا رفعوا هذه العقوبات. من نشر ومن تحدث عن هذه المسألة هو علي فائز من الكرايسيس جروب، تحدث بتسريبات قد نشرها هنا بهذا الشكل باللغة الفارسية، وضح بأن هنالك تحركا أوروبيا لإعادة فرض طبعا السناب باك، وكذلك في نفس الوقت أن لورنس نورمان قام بعملية اقتباس هذه التغريدة التي ترونها، وأكد بأنه استمع لمثل هذه التفاصيل، وفعلا أن هنالك تحرك لجعل السناب باك وهذه العقوبات حقيقية كتهديد حقيقي لإيران وليس تطبيقها بشكل مباشر. طبعا هذه التقارير بهذه التغريدات البسيطة دون نشرها بأي صحيفة أزعجت الخارجية الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد ناصر كنعاني قال إذا ما ارتكب الطرف الآخر خطأ في الحسابات واتخذ إجراءات غير منطقية فإن إيران سترد على ذلك. كيف سترد؟ لا أحد يعرف. ناصر كنعاني يقول بأن الغرب يعلم تماما كيف سنرد، ولكننا لا نعرف طبعا، ولكن ما نعرفه بأن هنالك تصعيدا مستمرا بين هذه الأطراف، وقد تكون الساعات القادمة خطرة للغاية وفيها تصعيد كبير، خاصة بعد انتهاء زيارة الرئيس الإيراني التي سنراها يوم غد طبعا إلى العاصمة السورية دمشق.